السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطلابنا الأعزاء، مرحبا بمتابعينا الكرام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وناخد مع بعض النهاردة الكيميكال بروبرتيز اوف الكينز. كيميكال بروبرتيز اوف الكينز، الكيميكال بروبرتيز اوف الكينز دي مهمة جدا في الاستادي بتاعتك. وأول حاجة هنعرفها في الكيميكال بروبرتيز اوف الكينز وتبروزها كده وتحطها في برواز، اللي هي ان الالكينز كيميكالي انكتيف ريليتيفلي، كيميكالي ريليتيف انكتيف، كيميكالي ريليتيف انكتيف. ليه كيميكالي ريليتيف انكتيف؟ بسبب السترونج سيجما بوند، بسبب السترونج سيجما بوند. تمام، بسبب الايه؟ السترونج سيجما بوند. تمام، اللي ما بين الكربون اتومز، ادي كربون اتوم وكربون اتوم، بينهم سترونج سيجما بوند. عند النورمال كونديشنز، عند النورمال كونديشنز بيبقى الالكينز ايه؟ كيميكالي ريليتيف انكتيف، كيميكالي ريليتيف انكتيف. طيب احنا عايزين نعمل رياكشن، والرياكشن ده بيتضمن واحد من الالكينز زي الميثان مثلا، هنعمل سيرتين كونديشنز. سيرتين ايه؟ كونديشنز. اندر سيرتين كونديشنز اوف هيت اند بريشر، اندر سيرتين كونديشنز اوف هيت اند بريشر. تمام، ليه؟ لان انا عندي حاجه ريليتيف انكتيف، الالكينز ريليتيف انكتيف، فلازم وكده ابنورمال في التعامل معاها، فلازم اعمل سيرتن كونديشنز اوف هيت اند بريشر. تمام، طيب انا عندي الكيميكال رياكشنز اوف الكينز، عندي 3 تايبس هدرسهم، 3 تايبس اوف الكيميكال رياكشنز بتاعت الالكينز. تمام، الثري تايبس اللي هو انا هدرسهم معايا في ثالثه ثانوي، سام رياكشنز اوف الكينز. 1 اللي هو بيرنينج رياكشن، بيرنينج ايه؟ رياكشنز. تمام، ثاني واحد اللي هو الثيرمال كاتاليتيك كراكينج بروسيس، ثيرمال كاتاليتيك كراكينج بروسيس. تمام، طيب ثالث واحد اللي هو الرياكشن ويز هالوجينز، رياكشن اوف الكين ويز هالوجينز. ايه هي الهالوجينز؟ اللي هو الكلورايد والفلورايد والايه والبروميد. تمام، يبقى انا عندي 3 تايبس او سام رياكشنز اوف الكينز اللي هما هندرسهم مع بعض، اللي هو البيرنينج رياكشنز والثيرمال كاتاليتيك رياكشنز، الثيرمال كاتاليتيك كراكينج بروسيس، والرياكشن ويز هالوجينز. الهالوجينز اللي هو السي ال والبي ار والفلورايد. تمام، طيب هنتكلم اول حاجه عن البيرنينج. البيرنينج او زي ما احنا عارفين البيرنينج هو كومباشن، هو الايه؟ الكومباشن يعني بنحرق الحاجه، بنحرق الالكان. تمام، under certain conditions، ما تنساش دي. تمام، طيب اول رياكشن هنتكلم عنه في البيرنينج رياكشنز اوف الكانز، اللي هو عندي الميثان CH4 اللي هو الميثان with oxygen gas، with oxygen gas under condition of thermal، تمام، heat، thermal conditions او heat، هنعمل burning او compression reaction. تمام، طيب ايه اللي هيطلع لي كبرودكت للايه في الرياكشن ده؟ اللي هو الكربون دايوكسيد جاز والووتر فيبر. تمام، وانرجي، وانرجي، في هنا انرجي اهي، في هنا ايه؟ انرجي. يبقى انا ممكن استخدم الرياكشن ده في ايه؟ يعني انا عندي ماتيريال في الطبيعه عندي او في حواليا، لما اعمل لها رياكشن مع الاكسجين و بيرنينج او كومباشن رياكشن يديني انرجي، يبقى انا ممكن استخدم الماتيريال ديت او الميثان او الالكان في ان انا احصل منه على انرجي اشغل بيها حاجات كتير عندي، وهو ده اللي جاي. تمام، طبعا اي رياكشن بيطلع انرجي اسمه اكسو ثيرميك رياكشن، اي رياكشن بيطلع انرجي
اسمه اكسوثيرميك رياكشن. اكسوثيرميك رياكشن. طب اللي بياخد انرجي او بيستهلك انرجي اسمه اندوثيرميك رياكشن. تمام. طيب الكويشن اللي هو العالمي او اليونيفرسال جيف ريزون. جيف ايه؟ جيف ريزون. تمام. بيقول لي الالكانز لايك ميثان از يوزد اس فول. الالكانز لايك ميثان از يوزد اس فول. بيقول لي اللي احنا لسه قايلينها بيستخدم كوقود. كوقود اشغل بيه العربيات الموتوسيكلات المصانع. ليه؟ لان هو بيطلع انرجي. خلاص كده يعني. هو بيقول لي جيف ريزون الالكان زي الميثان ممكن استخدمه كفول. تمام. اللي يقول لك انا هفول العربيه بتاعتي هجيب فول. تمام. اللي هو الميثان. تمام. او اي الكانز تانية. تمام. طيب تعال نشوف. طبعا مش الميثان اللي هو بنستخدمه في العربيات. احنا بنستخدم في العربيات حاجات تانية. تمام. بس هي برضو نفس الايه القصه ان هي اورجانيك فول اللي هو relative inactive under certain conditions لازم اديله combustion او burning. تمام. طيب انا لما يقول لي ليه انا بستخدم الميثان او اي الكان كفول هنقول له because it burn completely in a highly exothermic reaction to produce carbon dioxide, water vapor and energy. يبقى انا لما يقول لي give reason ده اقول له ايه الرياكشن ده على طول واكتب له الكلمتين دول الميثان when burn with oxygen under thermal conditions هيديني الكربون دايكسايد water vapor and energy so it is exothermic reaction. تمام. طيب تعال نشوف ال 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 قوة الرياكشن او السترونج بتاع الرياكشن ان هو يطلع الانرجي بالقوة دي جاية منين؟ جاية من السترونجر سيجما بوند. ما انا عشان هي صعبة لما اكسرها. تمام. هارد تو بروكن يبقى لما بكسرها تطلع انرجي كتيرة. تعال نبص كده هنا ننزل بالكاميرا كده تحت شوية. ايوه كده. تمام. انا عندي هنا ادي الميثان اهوت ادي الكربون اهي كربوناية واحدة وادي الهيدروجين هيدروجين هيدروجين فور هيدروجين اتوم. ما بين كل هيدروجين اتوم والكربون اتوم سيجما بوند. سيجما ايه؟ بوند. ودي سترونج. تمام. طيب انا عشان اكسرها بستهلك ايه؟ انرجي. يبقى انرجي ابسوربد ديورينج بريكنج بونز. تمام. عشان اكسر بونز ديت محتاج انرجي والانرجي ابسوربد في الرياكشن. تمام. طب الانرجي بجيبها من مين؟ عمليه البيرنينج او الكومباشن. تمام. طيب تعالى للاكسجين. الاكسجين عندي 2 مولكيولز اوف ايه اكسجين. تمام. ال 2 مولكيولز اوف اكسجين اهو كرسم توضيحي او دبل بوند او دي اول مولكيول. المولكيول الثاني او دبل بوند او. تمام. عشان برضو اكسرهم لازم هستهلك انرجي. هستهلك ايه؟ انرجي. يبقى انا عندي في الرياكتنس بتاع الرياكشن ده انرجي ابسوربد ديورينج بريكنج رياكشنز. تمام. طيب تعالى للبرودكتس. للايه البرودكتس؟ اول واحد الكربون دايكسايد ادي الكربون اتوم ادي هنا او دبل بوند والناحيه الثانيه او دبل بوند. دول بقى عشان يتكونوا عشان يحصل ان يتكون كربون دايكسايد سي دبل بوند او سي دبل بوند او ده هيطلع انرجي كبيره جدا. هيطلع ايه؟ انرجي. تمام. والووتر فيبور الووتر فيبور برضو نفس القصه عشان تكون البوندز ما بين الاو والاتش والاو والاتش والمولكيول الثاني او الاتش والاو اتش هيديني ريليزد انرجي. ريليزد انرجي اللي هي ديت اللي هي بتخلي الرياكشن بتاعي اكسو ثيرميك رياكشن وبيخليني استخدم الميثان او الالكان عشان كفول لعملية مثلا تشغيل ماكينات او تشغيل موتورز. تمام. وبكده اكون خلصت معكم الفيديو ده. واللي عجبوا الفيديو يدوس لايك وسبسكرايب للقناة وسيب كومنت عشان انزل فيديوهات تانية باذن الله وتدعمونا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.